اليوم نحن المتأثرات اللي موجودة علينا ناهيك عن السوشيال ميديا أو الإعلام، ونحن كعرب عندنا قيم جميلة وعندنا عادات جميلة، ما نبغى تنخطف عنا، ما نبغى أن يدخل علينا شيء غريب يخرب من قيمنا. لا نكابر يا عيال على بلادنا وسمعة بلادنا أبدا. أي شيء بتسويه إيجابي بيقولون الإماراتي، أي شيء بتسويه سلبي بيقولون الإماراتي، ونحن كلنا مسؤولين للصنع وخلق سمعة طيبة لهذه البلد، لأن كلنا كلكم راعٍ على سمعة هالبلاد.